بهيدا أو قبل الكيستيون خلينا نبلش بالترويس المسابقة. بدنا نفوت على الامتحان من خلال الباسورد، من خلال السيستم، من خلال الباسورد للتلميذ، ومن خلال اليوزر نيم لكل تلميذ لحاله، أو عبر الإنترنت من خلال نفس اليوزر نيم والباسورد. كمان بالنسبة للدوري دو ليكزامان، وقت الامتحان محدد، لنقول عندي امتحان وقته ساعة ونص، ما بعطي أنا ساعة ونص لوقت الامتحان، يعني من بداية ما بتبلش تفتح المسابقة وتشتغل فيها ببلش العد التنازلي للساعة ونص، أوكي، لحد ما يخلص الوقت بتسكر لحالها، يعني ببطل فيك تكتب شيء بعد ما يخلص الوقت. في كمان مجال متاح للتلميذ، مثلا لنقول ساعة ونص وقتها، أنا بفسح لك مجال الامتحان مثلا من الساعة 10 للساعة 12، كان في ساعة هون، في ساعتين. هلأ مجرد ما تبلش بين هالوقتين هول ببلش العد التنازلي للوقت المسابقة، يعني أنت بتاخد وقتك، سواء بلشت لنقول نحن من 10 ل 12، بلشت الساعة 10 تخلص 10 ونص، بلشت 10:05 بتخلص 10:30، أوكي؟ أو بتخلص، عفوا، بتاخد ساعة ونص من وقت بداية المسابقة، أوكي؟ لنقول بلشت بالساعة 10 بتخلص 11:30، الساعة 10:05 11:30 لحد ما يخلص وقتك، بس في وقت متاح عادة لتبلش بالامتحان، لتحضر حالك للامتحان حسب الظروف الموجودة. مش هنكبر كتير الليميت عشان أفضل بيكون هيك. هلأ بالنسبة للكيستيون أسئلة مباشرة عادة بتكون إنبوت، هم نسميها نوعية الأسئلة إنبوت، بس ما عندي يعني أسئلة مباشرة سواء كانت رقمية أو مثل ما شايفين هلأ هون فري أو فو ريكتيفيه لزافيرماسيون فوس، تختار هون الجواب الصحيح. مثلا لو سيستم اي ايزولي سي لا سوم دي فورس اكستيريور نو فاري با، شو رايكم بالان مثلا؟ فو ري او فو؟ سي فو. فو صح، احسنتم، منحط فو. هلا ريكتيفيه لي زافيرماسيون فوس، شو بنقول نحن اذا بدنا نعمل ريكتيفيكاسيون؟ سي لا سوم دي فورس اكستيريور نول. صحيح، la somme des forces extérieures est nulle. استاذ انت بالامتحان ما راح يكون في عندك ابلود او شيء؟ بلا، في طبعا هون في عندي لاسون، في عندي تصحيح المفروض يكون عندي هون اكستيريور، في عندي اكسون، يعني أسهل نعملهم هيك من إنه نحن نحط الأكسون على السيستم. طيب تاني سؤال وتالت سؤال منجاوب عليهم بنفس الطريقة، أوكي، منجاوب على بقية الأسئلة بنفس الطريقة. هلأ منكفي، هلأ هاي كلمة صح مش معناتها إنه الجواب صح، هون أنا جاوبت عليه هيك، يمكن حدا جاوب بطريقة تانية ويكون غلط، بس بحط له صح هون، هاي الصح ما بتعني انه صح جوابك، انتبهتوا كيف؟ هاي بتعني انك انت كتبت صح مثل ما لازم، مش الحال؟ واضح اول سؤال؟ اوكي، ننتقل للتاني. question 2 ان اوبجي دو ماس 1 كيلوغرام، هذه عنوانها دروب داون، نوع الأسئلة دروب داون. ان اوبجي دو ماس 1 كيلوغرام à son centre d'inertie à 10 mètres au-dessous du sol, pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur du système objet Terre, en un lieu où G égale 9,8 mètres sur seconde. Et, ok, un objet de masse casa A pour énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle, ما بدنا نجيبها، بدنا ننقي الجواب الصحيح الموجود هون. أي جواب صحيح؟ لا بدون كالكول، بس بتختار الجواب الصحيح. أوكي؟ مين الجواب الصحيح هون في هون؟ 98
موان 98 أي ليش؟ عشان قلت شو أحسنت مظبوط 100% هيك من جاوب خلص الجواب هالقد أوكي؟ ما عندنا خيارات تاني بس هالقد أوكي؟ بدروب دان هالقد بس نعم. إذا مثلا في أرقام أكبر في استعمل الكالكولاتريس لتأكد بس فيك تستعمل كالكولاتريس بس هون سؤال مباشر يعني ما بده كتير تفكير عندك أجوبة متعددة كلهم بوزيتيف وأنت عندك استحالة إنه يكون في شيء بوزيتيف أو زيرو شيك في بوزيتيف وزيرو ما هو مش موجود على الريفرنس ليكون زيرو ومش فوق الريفرنس ليكون بوزيتيف إجباري يكون نيجاتيف فيك تعملي كالكول وفيك تعمليها مونتالمون دغري هيك أوكي طيب كيستيون 3 بهيدا الكيستيون عندي سؤال عادي فيجور ا بي لون اوريزونتال بي دي لون اوبليك شرح للسؤال بالتفصيل هون ان بلوك دو ماس ام ايجال 2 كيلوغرام اي لانسي اون ا ا بارتير دو بوين ا avec une vitesse horizontale le long du trajet AB où la force de frottement est 10 N en atteignant le point B le bloc monte avec une pente BD qui fait un angle alpha tel que sinus alpha égale 0,2 avec l'horizontale et où les forces de frottement sont négligeables sur le plan BC. Le plan horizontal passant par AB est pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle gravitationnelle. Lorsque le bloc atteint le point C, le mabius al-Astéhon, arrive au point C de telle sorte que BC égale 75 mètres, l'énergie mécanique du système bloc terre est de 400 joules. Atteint l'énergie mécanique au point C. Awal soal, calculer l'énergie potentielle gravitationnelle du système. OK? Badna jib énergie potentielle gravitationnelle. Hon fi andi adawat la istakhdemon. مش موجودة هونيك وفي عندي هون مساعدة ليدلنا بأي موضوع حنشتغل نحنا لاحظوا بس نقرب على هيدا علامة الاستفهام اللي هون إذا كان عطيني مساعدة هلأ هون يمكن ما تكون المساعدة الكبيرة إنه دلينا على الدرس بس اللي نحنا في انرجي ميكانيك يمكن حط لك فورميل مثلا لك مثلا بروندو راسين دو بي إيجال ديس راسين دو ديس إيجال بي مثلا هيك هيك مساعدات احيانا بتكون للسؤال لتساعدك بالكالكول او لتساعدك بتفكر باي درس نحن عم نشتغل هون عندي مثلا انرجي ميكانيك هي المساعد بس يكون في علامة استفهام هون بس تقرب الماوس منها بتلاقي شو هي المساعده اللي بدي ساعدك فيها طيب هلا هون بدنا نبلش نجاوب نحن طبعا هون الجراف نوعيه الخط يلي هون كمان كيف بدي بلش يمين شمال شمال يمين معروف نحن كيف نبلش بدي شيء مثلا يكون بولد اوكي ايطاليك كمان هون اذا بدي استعين ب مثلا اذا بدي استعين بشيء لينك معين انسي دي سويت هودي الاشارات بتعرفون بدي اجاوب مثلا 1 2 3 او 1 بريمير بوان دوزيام بوان تروازيام بوان او 1 2 3 هون عندي اسئله مثلا كيستيون 1 calculer l'énergie potentielle gravitationnelle. Qui va déjouer l'énergie potentielle gravitationnelle au point C? عند le BC, عند le sinus alpha. OK. هلا هول اكيد لازم انتم بتعرفوه هون بس كيف بدي اجاوب عليهم مثلا عندي انرجي بوتنسيال دو بيزونتور كيف بدي اكتب هون لجاوب عليهم اوكي في عده طرق هون في عندي وسائل هاي ثلاث نقط هون هن المهمين وسائط لنعرف نكتب في اكتب استعمل السي مثلا هون لاحظوا الاشارات الموجوده اذا بستعمل فلاش اذا بستعمل هول الاشارات مثلا هون بستعمل لنقول انرجي بوتنسيال دو بريزونتور اوكي بكتب اي باول وحده بالخان الصغير هون عندي بي بي انرجي بوتنسيال دو بريزونتور بحط انسات هيدي بي بي اوكي ايجال شو بتساوي الانرجي بوتنسيال هي ام فوا زد اوكي ام جي زد ايجال الماس معي اياها والجي معنا اياها بدنا نشوف بنحط كل شيء بقيمته دو فوا دو فوا شو الجي عنا اياها ديس حطها ديس
إذا ما اوكي معيبة. والاستاذ بدنا نجيبها من السينوس الفا. فوا سينس ألفا معنى إياها، معنى 0.2 سينس ألفا، 0.2 إيجال، ما حطينا 0 حطينا أو نحن، هاي 0.2 أوكي إيجال، ونحط الجواب إيه؟ بس ما بدك تضربها بالبيسي كمان. ام جي ام فوا جي فوا سينس الفا فوا بي سي، بي سي سينس الفا طبعا، وبي سي قد ايه متى؟ 75. استاذ في انا حلها على الورقه وصورها؟ هون هون لا، الافضل تحليها هيك، وبعدين في طريقه اذا بدك تشتغليها على الورقه، هيدي هي ورقه هون اوكي، استعملي هاي. يعني استاذ هو بياخذوا وقت؟ إيه لا ما بقعدوا ياخذوا وقت، اذا بتكتبيهم هيك مثلا على هاي الورقه هون اوكي، هلا هو بكون من راعيكم قصه الوقت هون، مثلا بكتب انرجي بوتنسيال دو بريزونتور ايجال ام فوا جي فوا زد اوكي. هي اي بي بي هون ما زبطت مع شو اسمه الكتابي هون، بي بي ام جي زد اوكي. بس ام استاذ اخطر حاط على هيدا السؤال لان طويل انه ابلود انه نحل ونصوره. في سؤال ابلود تحت اوكي ايه، هلا مبدئيا لانه في عندنا امكانيه نكتب هون اجوبه ماتيماتيك هون، ما في يعني ما في شرح كثير فيه هون، عرفتي كيف؟ بس كالكول حطينا بس ام جي زد، بس شو كتبنا احنا الاي بي بي اوكي. ايه بس انت كيف بتحط ايجال؟ قال بحطها على البورد تاعت الكمبيوتر عادي، قال اوكي عادي. طيب بنعمل كالكول، حدا يعمل كالكول وبنجاوب على هذا السؤال، مش مشكله الجواب. هلا هلا هون كتبناه هون فيها، بس نكتبه ونعمل انسات بيمشي الحال. ماشي الحال؟ طيب جاوبنا على هذا، قد ايه بيطلع؟ كرواسون جول جول اوكي. هلا كمان ننتقل للسؤال الثاني، مونتي كو لا فيتيس دو بلوك اي 10 متر سير سكوند. بدنا نجيب الفيتيس، لنجيب الفيتيس بدنا نستعمل انرجي سينيتيك. طبعا المفروض نقول نحن انرجي ميكانيك ايجال كونستانت او ايجال معيار، مش ضروري كونستانت، او بوان سي عم بشتغل فيها، انرجي ميكانيك او بوان سي اوكي ايجال، هي كلها اللي فوق هي او بوان سي كمان عندي هون، شيك اللي فوق هي انرجي ميكانيك اللي عاطيني اياها شيك، موان انرجي بوتنسيال دو بريزونتور، وبنعمل لها كالكول كمان هي قديش كانت الانرجي ميكانيك عاطيني اياها، الانرجي ميكانيك 400 تطلع 400 موان 300 ايجال 100 جول. هيك بنكون جبنا الانرجي سينيتيك اوكي اون جول. دوتر بار ست انرجي سينيتيك، هاي الانرجي سينيتيك شو بتساوي؟ اي سي ايجال، بدنا نحط ان دومي ام في كاري مثلا، فينا نستعمل الادوات الموجوده عندي هون او برسمها ان دومي ام في كاري اوكي، او بستخدم هاي اوكي، بقول ايجال ان دومي ام في كاري ان سير دو ام في كاري اوكي، بطول شوي لحتى تعطيهم، بعدين بحط انسات بكتبها الفورمول بتبين دغري واضحه عندي اوكي. ايجال استاذ كرمال تفوت لونكا بس انت على هاي التروا بوان، ثلاث نقط هون هن الادوات اللي بتستخدميهم هون، اون دو ريدو عندك تابلو، اذا بدك تعملي تابلو كمان هون بتعملي انسات تابلو، حطي اذا لازمك شي مره تعملي تابلو بتعملي تابلو، اي ادوات اي شيء بدك تستعمليه هون مثلا
هي الادوات الموجوده فيك تستخدميها كلها بالمات بتلزمك. هي الدلتا مثلا اذا بدي استعمل دلتا انرجي ميكانيك، هول بالشيمي مثلا، هون عندي سامبول بالفيزيك فينا نستخدم هول مثلا، اوكي، اوميجا بيتا الفا كل هول فينا نستخدمه، اوكي، مات او فيزيك. وفينا نستخدم هاي كمان الادوات بالمات ماتيماتيك مات تيب. اوكي، ومن هون بستنتج من هاي اللي هون انه الفيتاس شو بساوي؟ الور في ايجال شو بساوي الفيتاس؟ هو راديكال كمان بعد لازمتني هاي، في عندي راديكال بدي استخدمه. فاذا كمان في اذا بديش استعمل هول اللي فوق بكتب من عندي هون راديكال. شو بتساوي الانرجي ميكانيك؟ راديكال دو سي سور ام. فاذا بحط هون راديكال دو E C de énergie cinétique sur M. De E C sur M. هلا ما زبطت معي برجع فيه عيده. اوكي. De énergie cinétique S مش عم تبين واضحه C sur M. دو اس اس سور ام بعمل انسات، بس هاي دي او مش سي. اوكي طيب لارجع لكان للي قبلها. دو اس سور ام هذه ال اس في حطها هيك دو اس سور ام دو اس انرجي سينيتيك سور لا ماس. اوكي وايجال ايجال بعمل لك كالكول دو فوا 100 200 sur la masse هو 2 كيلوغرام 200 sur 200 راديكال 110 بيطلع عندي 10 متر sur بدي احط سكوند او كاري كمان في استخدم الريلاسيون هاي سكوند او كاري هيدي حط سكوند على الكبير اللي تحت وبنقل صغيري لفوق او كاري وبحط انسات. اوكي هلا يمكن اول بداية نطول فيها شوي بس بعدين بتسلك ايدنا ونبلش نشتغل صح. اوكي بس استاذ ليه السكوند او كاري ما هي فيتاس؟ ايه صحيح بس ماشي هي فيتاس يعني سير سكوند. برافو عليك. بس هيك فينا نكتب اذا عندي اكسلراسيون او شيء فينا نكتبها بهذا الشكل. طيب ننتقل للسؤال الثالث. الانرجي ميكانيك لو لون دو بي سي اي كونسيرفي بور او بوركوا؟ ليش كونسيرفي؟ اكيد نعرف لانه ما في فروتمون على البي دي شيك على البلان اكتيني. ديدوير لا بوزيسيون دو بوان او لا بوزيسيون دو بوان او il s'arrête il s'arrête au point à la vitesse zéro. طبعا هودي بتعرفوا تشتغلوهم انتوا الباقيين ماشي، بس احنا عم نشوف طريقه الشغل عشان ما يخلص الوقت قبل ما نحن نخلص بقيه الاسئله. ماشي الحال؟ ماشي الحال لهون استاذ؟ نعم. أنا بفضل عن جد حتى أبلود. أنا والله أستاذ هو بياخدوا معي وقت أكتر ما أنت اللي حاطه. بدنا نتعود يعني. هلأ أنا عندي في عندي بس أبلود بس أستاذ مش نتعود وقت الامتحان. لا هي أنا عم نتعود. هلأ عندك وقت فيك تشتغلي وتتمرني على الكيبورد تعيد شو اسمه على الإكزامات وتشتغلي فيه هون وبيمشي الحال. بيمشي الحال. هو الأجوبة ما بتكون كتير كبيرة مثل ما ملاحظة شو يعني ما كتير بياخدوا وقت كبير يعني هون. هلا وبعدين فين نحن بنراعي يعني ما تخافوا من قصه الوقت، نحن بنراعي وقت الكتابه انه بعدنا مبتدئين بهذا الموضوع. ما تخافوا من الوقت. الوقت بيكون مرتاح عاده وبكونوا مقدرين هذا الوقت اللي بدكم تاخذوه لانه اصلا بعد ايدكم مش سالكه لانكم تكتبوا بشكل سريع. اوكي؟ ما تخافي من هذا الموضوع. تانية عم تحكي مش هيك؟
الثانية بتضلك على طول خويفة انت ليه؟ لا ما بدها شيء يعني، ان شاء الله بس بتتمرنوا عليهم انتم. وبعدين في اسئله يعني هون بالسيستم هيدا بالحقيقه يعني عم يفرضوا على، عم بينفرض علينا بعض الاسئله اللي هي اصلا ما فيك تصعبي فيها، عرفتي كيف؟ ما فينا نصعب فيها. في عندك شوا ملتيبل وفي عندك عده شغلات. هلا مثلا عندي الاديتور هلا بعد شوي هون بدنا نختار الجواب الصحيح بس، وهو بتعرفوهم. تفضلوا اون دون لا فارياسيون، يعني معظم الاسئله حتكون بهذا الشكل، وفي عنا سؤال او سؤالين صغار بكونوا شيء من الابلود. اوكي طيب هون عم بيقول لنا اون دون لا فارياسيون دو لابسيس اكس دو دان بوندول اوريزونتال اون فونكسيون دو تون اون دومون دو ديتيرميني دون كيل كا لا فورس دو فروتمون اي بلو فابل. وين اصغر شيء الفورس دو فروتمون؟ بدي هون يعني. اوكي بنجاوب. بس عندي سؤال. اتفضل. بالبي بوندول ايه مفهوم ابيريوديك بالبي ابيريوديك يعني مع فروتمون عالي، اكبر فروتمون بتكون هون. انتبهتي؟ هون اصغر شيء هون بعدين اخر شيء هي اكبر فروتمون بتكون بهاي النقطه. بس نحن ما فينا نجاوب على اكثر من لحظه، بس تحطي نقطه هون ما عاد فيك تحطيها هون وهون، بس بنقطه واحده يعني إلنا خيار واحد بس لنحط البوان، بس هالقد جواب السؤال. اوكي بنرجع لهون، هذا النوع الثاني ريوردر الكيستيون ريوردوني لو تيب دوسيلاسيون بار اوردر كرواسون دو لا فالور دو فورس دو فروتمون. بدنا نرتبهم بار اوردر شو؟ بار اوردر كرواسون دو لا فالور دو لا فورس دو فروتمون. يعني شو يعني كرواسون؟ من الصغير للكبير صح؟ يعني اول شيء لازم يكون عندي اصغر فروتمون، مين منهم اصغر فروتمون؟ أرمونيك سامبل. لا أصغر أرمونيك سامبل. أيوة شفتي كيف؟ ليك شو بنعمل؟ مش حاطها لفوق بس. أوكي بنحطها هون. صارت الأرمونيك سامبل، بعد منها شو بيجي؟ سيدو بيريوديك، بعدين أب بيريوديك، هون مزبوطين صح؟ إيه صح. هيك صاروا مزبوطين، كانوا ملخبطين بنرتبهم، هيدي الريأوردر. يعني ريأوردوني بنرجع بنرتبهم إعادة ترتيب من جديد. أوكي؟ حسب ما قناعاتك، حسب ما أنت فهمت الموضوع. ماشي الحال؟ ماشي. عم تشوفوا الأسئلة كيف كتير سهلة؟ هودي الأسئلة كتير سهلين وبسيطين. طيب هلا هون هذا سؤال الأبلود اللي عم تحكي عنه. أوكي تيلي شارجي لا فيش دو كيستيون. هذا الفيش دو كيستيون بكون هيك، تعملي له أبلود عندك أو بتعمل له أبلود عندك. هي رح نعمل له أبلود. سوري دون دود يعني لازم نعمل نحن هون. اوكي رح ارجع لهون. هيدي اوكي هيدا هو السؤال. رجعنا للسؤال الأخير اللي هو هذا هو. هلا هون لازم نعمل داونلود للسؤال اللي أنا حاطه هون. أوكي هذا السؤال كيستيون 4 حاطه أنا دوكيمون، رح نعمل له داونلود. عملنا له داونلود بنشوفه اوبن. هيدا هو السؤال، فيكم تسيفوه إذا بدكم. أوكي سيفوه على مطرح معين وتجاوبوا عليه. هيدا هو. أوكي بنسيفوه مثلا بنحط فايل سيف أز براوز، خليه بي دي إف كمان عشان ما يتغير في شيء، إذا في شيء ممكن يتغير، وعلى الديسك توب لحتى نشوفه دغري. اوكي وسيف. طيب سيف. هلا حارجع نبلش نحله، فينا نحله على ورقه ونصورها، لانه انا عاطي مجال مثلا هون بهذا السؤال
انه نصور ان نبعته، سواء كان ايماج يعني سكرين شوت، او اذا كان بي دي اف او وورد او اي شيء، يعني مثل ما بدكم فيكم تبعتوه حسب هذا الخيار اللي انا حاطه. فينا ناخده لهون كمان على الوايت بورد، اذا بدي جاوب دغري كمان من هون على الوايت بورد، باخذ السؤال من هون، سميناه كيستيون 4 نحن، وبي دي اف كان تذكروا كيستيون 4 هي بي دي اف، بي دي اف كيستيون 4 هذا هو السؤال، بعمل له اوبن، هذا السؤال يلي بدنا نجاوب عليه. اوكي فبنجاوب عليه، مثلا جاوبنا عليه هون بالطريقه اللي لازم نجاوب عليها A B C اكسترا. اوكي جاوبنا، نعتبر حالنا جاوبنا هون، بعدين في اخذ سكرين شوت مثلا للجواب اللي طلع عندي، هي بعمل له سكرين شوت لنقول هيدا هو. اوكي سوف جاردي بدي سايفو، مثلا كمان سوليسيون، سوليسيون 2 4، سوليسيون 2 4 خليها على الديسكتوب، وهيدي سيلف. اوكي بعد ما نسايفو هلا نحن صار فينا نرجع لهون. هلا في عندي مطرحه هون لإلكم انتو، في عندي شوز فايل، يعني انا تيلي شارجي لا فيش دو ريبونس دو لا كيستيون 4، بدك ترجع تبعت لي الحل، تبعته من هون تيلي شارجي لا فيش، شوف وين حطينا، شو سمينا نحن سوليسيون، solution de l'équation, solution. Solution de l'équation 4, هي. OK. وبعمل له open. OK. Upload. بعمل له upload. صار عندي. OK. Solution de la question 4. هلا أنا بس بدي أجي صحح. شو بعمل؟ بعمل له ابلود، نزله عندي وبصححه. طبعا هون ما في اكتب انا على المسابقه، مسابقه كل تلميذ بتضلها مثل ما هي، انا عندي بوردرو هون بشتغل عليها، كل سؤال كل تلميذ شو اخذ عليه، علامه بتنحط وبعدين بنحط العلامه كلها سوا. هلا انتم بعد ما تخلصوا كل الاجابات اللي عندكم شو بتعملوا؟ بتحطوا هون ببلش، يعني بعتوا الامتحان. اوكي بنتبهوا كتير منيح بالنسبة لموضوع الابلود هون، لما بتبعتوا لما بتعملوا ابلود للحل اللي موجود عندكم اللي حليتوه، ما بيعود فيكم تغيروا فيه الا بدك ترجع تحط تبعت شيء تاني وتشطب هيداك وتحط ملاحظة انه انت مش ما قصدك تحطه وغيره. فبننتبه كتير منيح، نحن عم نحل بنراجعه كتير منيح، بعدين بنرجع نعمل ابلود السؤال. اوكي فبنكون مأكدين من مين ورقة واحدة. نعم هذا هو، هذا السؤال كله، الأسئلة كله يعني هون. بس انه مثلا اذا انا اخذت معي اكثر من ورقة لحل السؤال، مش انت لما بتحطي هون مثلا هون شوز فايل فيك تختار